السلام عليكم الإخوان، وصباح الخير ومرحبا بكم في الدرنير مينيت اللي غتكون خاص بالكانتي ديال اليوم ان شاء الله في شانتيي. المسافه ديالو غتكون 3200. كما كنشوف الاخوان واحد المجموعه ديال الخيول في الفافوري سانت نيكولا، كعود من الخيول الفافوريه مع بنجامان ماغي واحد الجوكي اللي هو صراحه مزيان ملي تيكون فافوري، مي عاود داخل في البيناليزاسيون دو فوا. واش غتخلي هو تقريبا هو العود اللي تقريبا من الخيول الاجيه عندكم او الدروا؟ على كل حال تيبقاو الاخوان اختيارات وصافي، يعني الناف كونتر سيس، الناف را كونتر سيسو سيسو فخوا رقم 7 ورقم 11. تنظن الاخوان الناف سيس والست والأونز دو شوفو غيكونو في لاباز اخواني الكرام، هادوك هي اللي خرجت لينا انا عند في الدو سيركات ناف سيس سات أونز، يعني دو شوفو لوجيك دو شوفو خصهم يكونو تما. الأونز كعاود كاتريام 55 وكاباني رقم 12 تا كعاود سانكيام. دونك الاخوان خرجنا واحد المجموعه ديال الخيول، واغلى عود هو الدوم ريد رقم 15 مع مادموزيل فريده فالساكار، غادا تكون غادا ب 32 حاليا. يعني العود اللي انا شكيت فيه انه غيضربو بيه عود باقي هو المواريش ديال لاكورس، 6 سنين هو المواريش. اختاريتو الاخوان، يعني اللي ما عندوش الكنز غادي يختار عود من بابين 14 16. أليكسيس بوشان قربوه نوعا ما غيكون غادي ب 16. أليكسيس بوشان لكم الاختيار، اما 16 اما 14 يا اما 15. 16 عنده غانيو 4 ايام، وال 14 عنده غانيو 5 ايام، وال 16 عنده 7 ايام غانيو. هذا على كل حال اختاريت الكنز على ود واحد لالين كان دارها لينا مع السطان الساناتوري اللي كان ربح لينا الساناتوري، و الساناتوري كان جرى العام اللي داز كان دار كاطريام سادا نوري كان في التوكار على بعض ديال فلاديمير هيكس. اذا اخوتي اللي بغى يلعب لي باز الاخوان، سعود راه كيمشي عند 7 9 7، إما 9 7 يا إما 6 11، إما 9 7 يا إما 6 11. إلا درنا 11 6 11 إخوان هاديك 12 10 ما بكي لاش ما نديرو بيها في لاباز. إلا لعبنا 6 11 10 12 ما عندنا ما نديروها في لاباز، يعني 6 11 غادي يبقى ما لعبناش 9 غيبقى لينا الخمسة ولا الواحد ولا بجوج، يعني 6 11 5 6 11 1 خيول في الباص. غادي نمشيو لعند لالين دي الوزن ديال 14 كان 16 غيكون فيهم واحد، هذا ما كان الاخوان. اما الى مشينا لعند النف، راه النف غيمشي عند 7، نفس 7 12 وكنمشيو عند الوزن ديال 53 كيلو عند 14 اولا 15 اولا 16. غالبا غيكون هاد التوم ريد هاد 15، والله اعلم الاخوان. اللي ما بانش له فيه راه غيمشي عند 16 ترابيكو اولا 14 اللي غيكون حتى هو غادي ب 28. هذا ما كان اخواني الكرام، دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.